من دبي معي دكتور عصام مردين، أخصائي جراحة عظام وإصابات رياضية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عصام. نتحدث إذن عن إصابة محمد صلاح. وزير الرياضة المصري يقول جذع بأربطة مفصل الكتف، ماذا يعني؟ نعم، يسعد مساكم. اولا الحقيقه الكتف من المفاصل المعقده جدا، ونحن نعلم ان الكتف يعني عباره عن نص المعلق في الهواء، فاللي يحفظ ثبات الكتف هو الاربطه المحيطه بالكتف. لذلك عندما يصاب باصابه اول شيء يعني بيحصل انه بتنشد الاربطه، بيحصل تمزق في الأربطة المحيطة بالكتف، ويؤثر بالتالي على ثبات الكتف نفسه. فكل ما حصل كانت الإصابة قوية، كل ما كان الثبات في خطر، وبالتالي ينخلع أو يخرج الكتف من مكانه عند أي محاولة لمثلا لبس جاكيت أو لبس التيشيرت أو حتى أحيان للدوران من ناحية إلى ناحية. نعم، هذا يعني يتطلب حتى حرص بالحركة خلال هذه الفترة. تماما تماما، لذلك لو لاحظنا احنا الكابتن محمد صلاح طلع من الملعب مباشرة وهو معلق ايده ورابطها الى صدره، لان اي حركة بتؤذي الاربطة تماما. بس مش رح ياخذ موضوع العلاج من هالإصابة مفروض اكثر من طبيا أسبوعين، شو اللي بيصير بهالوقت؟ وزير الرياضة قال إنه أسبوعين، عم بيطمن كان الناس على مشاركته بكأس العالم. طبياً هيك حالي كم من الوقت تستغرق؟ يعني هي فعلاً محتاجة من أسبوعين إلى 3 أسابيع من العناية الفيزيائية والعلاج الفيزيائي المكثف وبعض الأدوية البسيطة، وإن شاء الله الله بيشفيه وبيرجع لنا سالم ان شاء الله. بس الشفاء بيصير يعني في بعض الحالات بهكذا امور بترجع بعدين. الحقيقه انا بدي يعني اقول لك شغله، بالنسبه لاصابه الكتف بالنسبه لرياضه كره القدم اعتقد ان 2 أو 3 أسابيع كفايه، لكن لو كانت رياضه اخرى مثل الباسكت او التنس او رياضات التي صحيح طبعا ما في تركيز، محتاجه وقت اطول طبعا. طيب انا قصدت اذا بيكون يعني هش بتبقى الاصابه لبعدين. على كل حال شكرا جزيلا عصام مردين، اخصائي جراحه عظام واصابات رياضيه.